كنت شاطر في التجارة بس اتعلمت الفن، بس الفن اكتر اتعلمت. بصي اللي يعرف يبيع يعرف يمثل. ليه؟ وانت بتبيع اول ما يجي لك زبون او زبونة، انت من لبسه الشوز اللي لابسه الخاتم ده انت عارف هو التارجت بتاعه فين، هتدي له الحتة الغالية ولا الحتة الرخيصة. ماشي. وبعدين لازم تمثل معاه. مثلا اول ما اقول لك رجعت السعودية اشتغلت في محل رخام، كنت بحمل رخام، بعد كده حولنا الى بقيت مندوب، فدخلت على راجل بتاع شركة كبيرة قوي عندهم مشروع 50,000 متر، فدخلت فلقيت الراجل بيشجع الهلال. انا بشجع النصر، نادي الهلال. انا بشجع النصر والهلال والنصر عاملين زي الاهلي والزمالك. فدخلت قلت هلالي طال عمرك، قال لي قلت له هلالي. والله بعته. لا 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 لا. فانت بتقول التاجر الشاطر لا ممكن يبقى عنده ملكات شويه من التمثيل او الاداء. لازم تفهم اللي قدامك، تعرف هو عايز ايه، تعرف تقول له ايه. يعني مثلا انا مثلت اني هلالي، انا مش هلالي ولا حاجه. طب بيع للرخام ده سعودي بقى. الرخام هذا اسمه بورسلين مش بورسلان. هذا مع الخدش ما ينخدش، عليه ضمان 7 سنوات، وبعدين مقاساته تجي 40 في 40 و75 في 70 و80 في 80 و80 في 80، ما تحصلين اللي في الرخام بس يا راجل. نعم. وبعدين لمعته ما تطفي. بس انا شفته في حته تانية ارخص من عندك. ايه روحي خذي عادي، بس انا بقول لك شيء، شوفي كم الضمان اللي يعطيك اياه. خليه يعطيك 4 سنوات ما يقدر، انا 10 سنوات اعطيك هنا. انت بجد بياع، انت بجد بياع. سبت الاشارات ورحت للرخام. اي حاجه، انا اشتغلت كل حاجه. ايه تاني اشتغلت؟ سباك. اشتغلت نقاش. بس السباكة لازم تكون بتفهم في السباكة. ولا اي حاجة يا استاذة، انا كنت مساعد. يعني تشيل الشنطة. انا بشيل الشنطة اعمل نقاش، كنا بابا الله يرحمه علمنا نقاشة. برضو بابا كان بيشتغل كهربائي. انت اشتغلت كهربائي؟ على فكرة الكهرباء حاجات يعني خفيفة. فانت عارف مثلا اما الكهرباء دي طافية واللمبة كويسة فالسلك في حاجة، فانت تروح على العداد تفصل العداد وتفتح البتاعة دي وترجع توصل الاسلاك الحامي والبارد بيسموه. بس احط عليه شطرتون عشان ايه ما تتلاش وخلاص خلص الدنيا دي كلها. يعني انت سالك في اي شغلانة، يعني هقولك تشتغل ده هتشتغل. اشتغلت ميكانيكي. طب ما ها ميكانيكي إيه؟ بص اقول لك ميكانيكي، انت بتنزل تحت العربيه طبعا في الحفره دي. فبقول لك فك لي الكارتير اللي هو ده اللي فيه الزيت. فانت بتفكه، بعد كده بتفرج انت على المعلم ازاي غيرها، ازاي نظفها، ازاي رجعها، حاجه بسيطه. مش مصدقيني ولا ايه؟ جيبوا لي عربيه وانا اثبت لكم. لا مصدقينك.